مرحبا حبايبي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ كيف صحتكن؟ أنا اليوم جايتكن بوصفة ولا أروع من هيك، عن جد وصفة للشعر، لإطالة الشعر، والله عن جد ولا أروع من هيك، بس بالمكون الجوز والزيت. ما عندي غير مكونين، الجوز والزيت. أول شي نحنا القشرة الخضراء، بتعرفوها أنتو القشرة الخضراء على الجوز، القشرة الخضراء. أنا بجيب الجوز بقشرته الخضراء، بستناه لتيبس، بعدين ببلش تقشير فيها. هلا هيك ببلش بقشرها، مثل ما شايفين ببلش بقشرها. أنا خليتها لتيبس قشرة الجوز الخضراء، بعدين بلشت قشرها مثل ما شايفين، بقشرها كلياتها مثل ما شايفين. مثل ما شايفين أنا هلا عم بقشرها. رجعت لكم اصدقائي، كيفكم؟ انا هلا طحنت مثل ما شفتوني، طحنت قشر الجوز ناعم بالماكينه وضفت له زيت بلدي، وعن جد هي الوصفه روعه روعه روعه، صدقوني روعه. يعني انا ما بدي احلف، بس هي الوصفه روعه، انا مجربتها كثير. هي لتغطيه الشيب، لاطاله الشعر، بتمنع التساقط، بتمنع التقصيف. عن جد جربوها وحتدعولي. بفضل اذا حبيتوا تجربوها تصفوها قبل، بعدين تحطوها على راسكم اقل شي ساعتين، بعد الساعتين حمام. وبحبكم كثير، وانا ام ماهر، ولا تنسوني من لايك وفعلوا الجرس واعملوا اشتراك لصفحتي، واستنوني بالفيديوهات الجاي. باي باي.